FM. الكلمة ليك. ايفينمون باش يصير نهار 3 جويليا 2018 3 و3 جات على بعضها ريت. مرحبا بك سيد حبيب الامير رئيس جمعيه الصداقه والعمل الاجتماعي. ليفينمون هذا هو سواغي انيمي بار لو كلوب دو شون مارو باش يكون بقياده سفيان زيدي ومروان الضاوي. ايفينمون مزيان برشا باش يصير كيما قلت لكم نهار 3 جويليا 2018 في اسباس بخته 9:30 نتاع الليل. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على ايفينمون هذا. ما قبل هذا الكل سيد حبيب بلامين حبيت نسالك على جمعيه الصداقه والعمل الاجتماعي اللي ما يعرفهاش كيفاش نقدموها له. صباح الخير المستمعين كل ويعطيك نشكرك على الاستضافه. بالنسبه لجمعيه الصداقه والعمل الاجتماعي هي جمعيه ذات صبغه عامه دونك نعملوا كل شيء. في الشتاء نمشوا المدارس الابتدائيه كل شهر نعملوا مدرسه ابتدائيه. نعملوا برشا اعمال خيريه واجتماعيه عن طريق فعلي خير. معناها هذا جلوبالمون. نعملوا ليزيفينمون عندنا بليزيور ايفينمون. عندنا مهرجان زهر. عندنا جمعه الاخرى عملنا فيت دو لا ميوزيك لو 21 جوان. عملناها كتجربه بون تعلمنا منها. جبنا جروب زنزانة جبنا جروب فندوز دي جي بلاك. مالوروسمون في جوان ما فماش تقاليد نتاع عباد تجي تسهر دونك سورتو مازال فما نجاح كبير جماهيري. مازالت النتيجه نتاع الباك ومازالوا يحضروا في رواحهم. اي دونك مازال حتى شكون يقرا. اي موجود موجود كل موجود. العوامل هذوما كل موجوده دونك مش باش نبطلوا عليها. ان شاء الله كان عشنا عام جاي نعاودوها مي نشوفوا طريقة أخرى نعملوها. دونك بالنسبة للأعمال اللي نقوموا بهم معنا زادة مشينا نهار العيد مشينا لوا دو لونفون هزينا شوية عانات وزرنا كصغيرات. عنا عملنا طهورات مشينا دار مسنين هزينا سلامية معنا. دونك عملنا قفة رمضان فوالا معنا عنا أكتيفيتي تبارك الله ناشطين وديما هي الخدمة الفيزيبيليتي نتاع الخدمة تخلي يكلموك فعلي خير يكلموك عباد يعطيوك دي بروبوزيسيون فهمت. معروفة معروفة الجمعية نحبوا نكرو معروفة في نيفل في القدا جمعية الصداقة والعمل الاجتماعي. السواغي هذه ليفينمون هذا باش يصير نهار 3 جويليا. هذا اقتراح من سي مروان دوادي دونك تصل بالجمعية نتاعنا باش ننظموا السهريه هذه اللي مش تكون في سباس بخته بحذا دار الوالي على الطريق. دونك نهار 3 جويليا ابتداء من 9 نتاع الليل مش يكون جروب دو شون فيه 15 نمره معناها اماتريس هما. اي ومش يكون حاجه احنا زايده اللي عندنا هو سي سفيان الزايدي اللي هو شيخ المالوف معروف. دونك مش يكون معاه 10 عازفين مش يعملوا وصله مالوف معناها مش تكون سهرية باهية فيها متنوعة. دونك هذا نعاود نقول نهار 3 نهار اي من نهار 3 جويليا. دونك ابارتير من 9 في اسباس بخته اللي هو معروف على الطريق وكل شيء. دونك لو كلوب دو شون هذا هو تخلق جديد تعمل في جانفي ومعروف انه كل كلوب دو شون معناها يعمل الكلوتير بتاعه يعمل حفله اخر دونك هما يعطيهم الصحه. هي توندونس جديده هذه كلوب دو شون برشا نساو اللي مشاركين في لي كلوب دو شون هذوما. ان شاء الله نهار اخر نستدعوا بعضنا كلكو كلوب باش نحكيو اكثر على الظاهره هذه الجديده اللي ولات يمشيو لها نساو باش يتفرهدوا يغنيوا يعملوا جو خير من اللي قاعدين وحدهم في الدار في القلق وفي الكلام ما عينهمش يحكوا فيه خيرش من الغناء ما خيرش من الطرب. صحيح انا بدي زوجتي معنا عندها مع سيد غرسة زياد غرسة زياد غرسة كلوب دو شون. فما دي كلوب دو شون موجودين في حمامات في نابل بارتو موجودين في رمضان جاي كلوب دو شون تفرجت فيه مشيت شفته من تونس. معناها هذوما اللي كلوب دو شون معناها قاعدين نساء يتلموا ويعملوا جو. فما دي كلوب بور لي زوم والله يظهر لي لا يظهر لي لا اما بالنسبه للسواري احنا نتاعنا هنا وعلاش لا فكره باهيه فكره باهيه معناها مش شكون فما ينجم. انا بون بالنسبه لزياد غرسه فما الجروب كله نساء معاهم راجل مي بعد انسحب معلش لا معناها تكون موجوده. مي بالنسبه للجروب دو شون هذوما موجودين الحاجه الباهيه انهم يمشيوا مع جمعيات يشتركوا مع جمعيات والمداخيل كما احنا تو المداخيل هذه مش تكون مخصصه للعوده المدرسيه دونك العوده المدرسيه مش تكون المداخيل اللي ان شاء الله نوصلوا تكون عندنا مداخيل ان شاء الله باهيه باش نعملوا العوده المدرسيه. هي عندنا احنا عندنا عباد اللي نعرفوهم دونك العوده المدرسيه هو يكلمك يقول لك اي
عنا العودة أي. المدرسية مش نعاون كذا كذا ما حبابينا احنا بالجروب دو شون هذا نزيد انطوش بلوس دو موند اكثر تلامذة واكثر عباد واللي مش يجي ما يندمش خاطر السهرية فيها اسم كبير اللي هو سفيان الزايدي وان شاء الله ان شاء الله السهرية تكون ناجحة على جميع الأصعدة احنا هنا قاعدين نحرك ونشوف وندور ونأكل باش معناها تكون السهرية تتعدى بالكدا الاسباس مزيان فهمت وان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله به كجمعيه كما قلنا ناستينا تبارك الله برشا خدمات تقدموا فيهم وبرشا مساعدات تعطيو فيهم ليزيفينمون الجايين فما فيستيفال قريب ان شاء الله فيستيفال مهم نتصور ودورته الثانيه هذه فيستيفال دو لوميير فيستيفال دو لوميير او مهرجان الاضواء اللي هو مش يكون ان شاء الله احسن من عام ناول الاول تجربه ما نعرفوش حاولوا نحسنوا السنه دونك مش يبدا 25 جويلي فما فو دارتيفيس سو ريزيرف مازلنا مش 100% امور امنيه فوالا امور امنيه تنظيم ما فيش شيء هو خاطر هو اماتور معناها مش معناها مش مخطر معناها يستعملوه في العرايس وكل شيء دونك فما سنه يلزمني ترخيص من عند الواليه يلزمني نمشي بالمراقبه باش هذوك يشوفوهم ما فماش مشكل دونك ان شاء الله نقابل الواليه تسهل لي الماموريه سينو معناها نلتجا نبطل ما نعملوش واحنا نعملوه بور لا فيل معناها لنا حاجه ومعناها سي با ريسكي معناها دونك باش يكون ان شاء الله هذا ان شاء الله في الاسقاله احنا حبينا يكون بين البيراميد فك الاسباس هذاك امنيا دونك قليلا يلزمك تعملوا وين عملتوا عملناه في الاسقاله سكروا الاسقاله ونعملوه هو مزيان برشا ليفينمون وهو فعليا عندنا نبداو لو 27 دونك شكون عندنا جروب فيستا لو 28 عندنا دي جي لو 28 عندنا جروب فندوس لو 29 عندنا جروب دي جي وعندنا اخر نهار مابينغ المابينغ هو كل انيماسيون على الحيط تحطه في تحطه يوتيوب تدخل تكتب مابينغ ولا فيستيفال دو لومير يطلع لك ذاك دونك احنا مش نعملوه بامكانياتنا المحدوده دونك هذا مازلنا مش نعملوا تجربه قبل من نبداو هالليفينمون هذا عندي اشكال وحيد هو في الاسباس مش نعملوه يلزمني موبل وتكون ديجاجي قدامها معناها فارغه مالوروزمون في نابل ما لقيناش اسباس اللي مش نعملوا فيه ولينا خممنا وين المركب الثقافي دونك المركب الثقافي نسكروا الباركينغ ودونك مش تكون غادي مش تكون غادي خممنا هنا في لافهاش بعيده ما يجيوش العباد دونك بوتيتر نعملوا مركب ثقافي اقرب دونك هذوما بعض الاشكاليات مي سينو عندنا كل شيء منظم بروجرام تراسي فهمت كل شيء منظم ان شاء الله تكون معنا نجاح اكثر وانا نتصور نعاودو ذكرهم في الدات نتاع الفيستيفال دو لومير 25 حتى 1 اوت من 25 حتى 1 حتى 1 اوت دونك اللي يحب يحضر عندكم برشا ايفينمونيت نعاودو نذكرهم بنهار 3 جويلية 3 جي معناتها عندكم سواري انيمي بار لو كلوب دو شام مارو سفيان زيزي ومروان الضاوي هكا ولا الضويدي مروان الضاوي مروان الضاوي اللي هو عنده ليكول هذه مارو اي دونك اللي يحب يجي معناها ينجم سي جو سير بلاس ياخذ فوالا لي تيكي كيفاش لي تيكي هما 25 دينار 25 دينار الدخول دونك يجي مرحبا به سور بلاس معناها سور بلاس يقصوا يدخل موجودين خاطر احنا تبعنا 500 تذكره ما نكذبش عليك ما بعناش الكل دونك مازالوا عندنا تذاكر اللي يجي مرحبا به واللي يحب قبل كيفاش يعمل يتصل بالهاتف خاطر هما هذه العمليه تصير ديما بالجروب دو شون مستانسين بالبوش اوراي معناها ما يتحطوش في اماكن لانه مش ميكست كان نساء بالنسبه لنا احنا ميكست فهمت احنا نخالفوا القاعده دونك ميكست اللي يحب يتصل نجم يتصل بال 21 343 195 50 343 195 ولا عندنا الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي اسوسياسيون داميتي داكسيون سوسيال يبعث ميساج ولا نصرفوا نجيبوا له تيكي ولا يجي سور بلاس كيما يحب ولا حتى تخليوه له ريزيرفي التيكي هذيك ولا ريزيرفي موجود هذا ديجا عندنا شكون كلمنا وريزيرف كي يجي يلقى التذكره نتاعو حاضره هذا جلوبالمون البرنامج نتاعنا مرحبا بالناس الكل في المستقبل سي الحبيب بخل في الفيستيفال دو لومير شنو فما جديد ان شاء الله والله هو فما عملنا عملنا
une journée tuniso algérienne قدمنا لهم من كسكسي عراسي للجزائري الموجودين في المكان اللي بحذا البيراميد كي بقى نتاعهم دونك عملنا ببري فرقنا يجي 280 بلا صغير من الكسكسي دونك فما شكون جاني بعد شاف ليفينمون قال لي ندعمك انا واما تعملوا سواري خير تجيبوا ربما فرقه جزائريه حاجه دونك حكيت مع مندوب الثقافه عنده استعداد انه باش يعاوننا في الحكايه هذيا دونك جوست انا عندي اشكال برك هو جماعه الجمعيه تعبتهم قال لك اوت نحبوا نرتاحوا خاطر احنا ديما ديما فما الحركيه ديما فما الحركيه وانا استنست معناها معاش نجم معناها ديما عندي ما نعمل كيما نعطيك اكزامبل البارح اللي هاني هذاك اللي هبط على الفيسبوك دونك فما فاعل خير كلمني قال لي شوف الوضعيه نتاع السيد هذا ونتكفل بكل شيء دونك وليت مشيت دورت اللوج عليه في البلاد لقيتو بون لقيتو هزوه للسبيطار دونك فما شكون تلاه بيه دونك عندنا لا مازال اتصلنا بالوالده نتاعو اليوم دونك اللي يحب يعاونو يمشي للسبيطار طاهر معموري هو موجود غاديكا يتحدث مع اداره السبيطار خير من انه يتحدث من واحد من عائلته من الاحسن انه يتحدث مع السبيطار باش اذا كان فما مصاريف ولا فما حاجه ينجم يعاون هاني وبعد ندخلوا لونتري سكولير وبعد ندخلوا السيكل نتاع ليزيكول بريمير كل شهر نعملوا ايكول بريمير وهذا البرنامج نتاعنا بصفه عامه وفي وسطك هذوك في الشهر هذاك ما تجيب فما تجي شكون جازرو لون فما تجي تدخلوا معنا في حالات اجتماعيه انا عادي التدخلات ديجا انا نهار اثنين عندي زوز حالات مش نشوفهم فما عائله دارها تحرقت في سيدي عاشور فما عائله اخرى معنا في فقيره وعندنا معنا عن طريق فاعلين خير شكون ديجا فامي خذيناهم اون شارج صبوا لهم كل شهر هو احنا جمعيه انصيب نلوجوا على العائلات هذوما ونحطوا نربطوا الصله مع فاعلين خير دونك فوالا هذا بصفه عامه وجينا دي بروبوزيسيون معنا جينا دي بروبوزيسيون اللي نشوفوا نعملوهم معناها باش نسالك على حاجه سي الحبيب منعرفش انت عندك بها صله ولا هي كل الاركاد هذيك اللي عملتوها في السيتي اللي بالضوء شنو حكايتها؟ هذيك علاش طافي علاش ما نشوف فيها تشعر والله نفسر لك هو هذيك هي معموله هذيك مصنوع 1976 هي كانت مطيشه بحذا الفورير دونك احنا خذيناها عملنا لها دهناها صلحناها كذا دونك فما شكون جانا وقال لنا نساهم بالضرب الاضاءه دونك عملنا الاضاءه فما مشكل في الاضاءه انه فما لي زامبير يطلعوا يهبطوا بعد ساعات معناها ما حرقنا اللي عملناه الكل خاطر مصروف ساكوت ما نقعدوش احنا كل مره نعملوا حاجه كل مره لازم تتصلح دونك البلديه لازم عندها بلديه نابل لازم هي تعمل لونتروتيان تمشي جمعيه اشاك فوا معناها انا نتعدى نمشي نشوف القوس الحديد يشعل ولا نمشي نشوف الشجره اللي مقابله الولايه هذيك عملناها زاد عملتها الجمعيه عن طريق فاعل خير شجرة الجرة دونك هذيك عملناها مرتين وثلاث مرات اشاك فوا فما مشكل نتاع الإضاءة الإضاءة مش بريقلة دونك يتحرقوا نورمالمون عندهم ديرو دو في هما وهنا بالمناسبة نحب نشكر سي مختار سلام على اشاك فوا هو يعاوننا في الحاجات هذوما فوالا معناها ان شاء الله القوس الحديد شرينا له معناها في ديسمبر في ديسمبر وقت نيابوليس المهرجان احنا جاتنا الفكره الجمعيه باش نعملوا شويه اضاءه للبلاد انيماسيون دونك خذينا السون جيراتوار اللي موجود وين السكنه ركبناه كان ظلمه يتعدى وتتقاد دي بروجيكتور هذوك الجمعيه خلصتهم وركبناهم احنا بامكانياتنا الخاصه دونك تعدى وعملنا القوس عاودنا شرينا ضوء اخر فهمت ركبناه بالامكانيات ما نجموش نهبطوا اللوطه خاطر نخافوا على الصغيرات ولا احنا نجموا نقبلوه دونك هذا بصفه عامه ولا مثال شجره مقابله الولايه فما برشا وحدات تحرقوا دونك هذا ما نجمش احنا كجمعيه نعملوا لونتروتيان شاك فوا يلزم بلديه برشا امكانيات ماديه زاده اي ماديه وبلديه بيان سور لو انت عندك فيستيفال دو لوميير عملوا في الطريق معناها جراتويتمون احنا ريتو في البيدجي اللي عندنا فيستيفال دو لوميير نجموا نعملوا به مهرجان كما فما برشا جمعيات تجي مهرجان دخل فلوس احنا ما ندخلوش فلوس احنا هذايا من لي سبونسور دونك قاعدين تو مازلنا ما وصلناش للمبلغ المطلوب مش نقعدوا ممكن مسالين ف
فهمت. دونك لازمنا هذوما اللي يسمع فيكم اللي يحب بيسيور يعمل سبونسورينغ سبونسور. احنا عندنا بزوان دو سبونسور. انا تو قاعد نخدم ان شاء الله نكمل ليفينمون هذا نتاع 3 جويلة بعد ندور على سبونسور ولو مخر شويه مي مش مشكل ندورو. فما ناس تعاوننا متعوده تعاوننا وانا نشكرهم الكل. وابري تو احنا نقول في بور لا في اكيد ماناش ندخلوا في فلوس ماناش حتى شيء. هذاك نحبه المعنى النشط والمدينه باش تكون ناب المدينه. اي بيان سور اللي باش يحب يخدم يخدم المدينه راهو ما يخدم ما يخدمش الاشخاص. سي الحبيب باش نخرجوا من جمعيه الصداقه والعمل الاجتماعي انت من ضمن الاعضاء المنتخبين في قائمة البلدية نابل في القلب هكا ولا؟ اي احكي لنا شنو. لا هو لا انا في الكوميتي دو سوتيان. هو كانت فما كان ريزو اسوسياتيف كنا نتلموا برشا جمعيات. جات الفكرة انه العباد ما تحبش الاحزاب يحبوا على مستقلين. دونك جيت انا في الكوميتي دو سوتيان. معنا جينا الامام معنا سي حسن مامي معنا الاخت منى بغزاله. دونك معنا سي احمد بالطيب. دونك خممنا انه نعملوا قائمه مستقله. وتعملت القائمه المستقله. دونك اللي تحصلت على اربع مقاعد. اللي فما خذوا دي كوميسيون. بالنسبه لي انا مهمتي وفات ساند مجموعه. عندنا مجموعه طيبة من الشباب اللي أطرناهم وكذا معناها وهذوما مش يكونوا للمستقبل. الانتخابات أفرزت الموجود. التفاهمات والتوافقات اللي صارت أفرزت اللي موجود. احنا ما عندناش حل آخر. نخدموا المدينة ما نخدموش كما قلت الأشخاص. ما نقدرش عليك أنا عندي إمكانية متاع جملاج مع بلدية نابل مع مدينة نابل من فرنسا زوز مدن فرنسية. دونك رغم كل شيء رغم اللي تم اقصاء نابل في القلب مي مش مشكل. احنا انا بيرسونيل ما نخدم المدينه اكثر من الاشخاص. الاشخاص ما يعنيونيش. دونك مش يكون فما الجملاج. فما برشا برشا حاجات فما برشا حاجات. نعطيك اكزامبل البارح زاد اتصلت باللي رئيس اللجنه نتاع تجميل المدينه. فما وين الجره فما زوز نخلات مزيانين هكا محلاهم جو يحطوا قدامها بيبليستي معناها تغطي كل جمال هذاك نتاع الجزر. جمال نتاع الجزر. ما نحيوه فما بلايك زايدين معناها فما التلوث بصري. معناها هذوما حاجاتهم بسات لكن عندهم اهميه. انت قلت تم اقصاء قائمه نابل في القلب ايش تقصد بها؟ والله هما التفاهمات وصارت تفاهمات بين النداء والنهضه. دونك تفاهمات انه اتفقوا سيسون بارتاجي كل شيء كان محسوم معناها نهار الجلسه الانتخابيه كل شيء كان محسوم. بورتون خذيت معروفين المركز الثاني خذيت ربحت ثانيه نابل في القلب قائمه نابل في القلب. ثالثة. بعد نهضه ونداء. النداء هو الثالثه لكن بعد في التحالفات وغيره بعد اللي تم اللي صار تو. دونك فما ما خذيناش كما نحبوه لانه التوافقات وربما هي اللي خلات انه كل شيء كان مسبق. الجلسه هذيك كانت كل شيء مسطر عندك معناها كل شيء مسطر كل شيء مسطر. نحبش نقول هالكلمه ما تعتبر انهم حقروكم كقائمه مستقله؟ لا ولا لا هو شوف بالنسبه لي انا لا مش حقرونا مي احنا قعدنا ثابتين على المبدا. هو الشعار صادقون عازمون. انا فما قيم كمان فما قيم واخلاق وكذا. احنا وني ساتيسفي قعدنا ثابتين على ما خلناش الناخبين نتاعنا ما منا حتى شيء. دونك اللي موجود ربي يعينهم. بالنسبه لينا احنا مش نخدموا البلاد. مش كيما قلت مش نخدموا الاشخاص ولا الاحزاب. مش كملوا خدمتنا. دونك بالنسبه لينا عندنا ربحنا مجموعه اللي تو موجوده في كلوب تريير يعملوا في بتي دي جاني. كنت انا معاهم جيت لهنا للميسيون مش نرجع بحذاهم. ما يسمعوا فينا اكيد. اي سلموا عليهم كل مجموعه طيب كبار صغار عنا نفس الاسبري. وهذا اهم حاجه. وبالنسبه لي انا ربحنا دي جان خاطر فما دي جان دخل ما يعرف شيء ولا يكتب ولا يعطي راي ولا كذا. ربحنا دي جان اللي هما مش يكونوا في المستقبل ويكونوا ناس نظاف ناس معنا عندهم طموح ناس كذا. وهذا اهم حاجه اللي ربحناها. اكيد فهمت أكيد في معناها في التجربه هذه. وهي كانت بالنسبه لي انا تجربه انسانيه وعرفت عباد اصغر مني واكبر مني. لا معناتها ربح منها اكثر من اللي ربح منها شنو حاجه برك. هو فما التجاذبات شويه تجاذبات. فما بعد ساعات تجيك بروفوكاسيون
هذا اللي قلق شوية. أنت كي دخلت في الدومين هذايا في حكاية البلدية كل شيء أكيد باش يصيروا تجاذبات، راك حاضر معناتها نفسانيا مش لا لا أنا مانيش ترو أمبليكي، مانيش أنا في الكوميتي دو سوتيان أكثر مني في السوتيان أكثر مني معناها في التيران ولا لا جوست احنا فما عباد نشرفوا مساندين معناتها مساندين هاو مانيش مي معناها الاماكن والمقاعد كل ما حاجه تمناش انا بيرسونيلمون كنت نجم ندخل في قائمه والعباد قبل يقولوا هذا ايش بيه ناشط هذا وجمعيه وكذا لا يحب على باست لا واثبت العباد اللي ما نحب على شيء. انا خرجت رتريت اليوم 1 جوي على رتريت دونك نخدم جمعيه ما لوش حتى شيء. فرحان ولا مش فرحان؟ بيان سور فرحان بون خاطر خليت اثر انا في الكلام ده اللي قريتهم أكيد. في المدرسه اللي قريت فيها حبيب الكرمة نفتخر اني بنيت مع مجموعه من اصحابي وفاعلين خير بنينا اربع اقسام عملنا بلوك سانيتير عملنا برشا زينه وخليت زوز اقسام مازالوا عصابه ما نجمش نقول لك لاسباب فما اسباب خاطر تسيست بعد وفما حزب معين جاب شكون حط في الاداره وما عمل ما عملوا شيء فهمت ومش مشكل وقت اللي موجود هما احتاجوكم لقاوكم ان توكا لا انا خدمت وقت اللي كانت ظروف باهيه في المدرسه وما فماش تاسيس خدمت دونك بلا خليت على تو عندي زوز اقسام مازالوا على سبعه عندي شكون حاليا فاعل خير قال لي نخدم قلت له انا تو ما نجمش وقت اللي تتبدل الاداره اللي موجوده اكتويلمون تونا نخدموهم واضح شكرا لك سينو عندنا معناها مدارس اخرين وهذا دعوه انا اي مدرسه معناها عنده مشكل ولا يتصل في البلوك سانيتير ولا حاجه ينجم يتصل بينا ونجموا نبرمجوا له في الرونتري سكولير شو بحذاه ونجموا نعاونوا انا مشيت معاكم قبل ونعرف كل شيء دونك اكيد ماهوش يندموا اذا كان باش يكلموكم ولا باش تعاونوهم ولا تدخلوا معاهم تخدموا في خدمه مزيانه برشا كجمعيه جمعيه الصداقه والعمل الاجتماعي. شكرا لك سي الحبيب بلامير رئيس الجمعيه ان شاء الله ديما تكون حاضر بحذانا من هنا فصاعدا فوالا دونك ان شاء الله ديما حاضر بحذانا في كافي في. كاب اف ام الكلمه ليك